هجرب معاكم انضف ده بنوعين تنظيف، ده تمام وده، ونشوف انهي احسن. اوكي نجرب ده الاول. اوكي برضو اجيب سيركة ونحاول نشيل ايه الحاجات دي. نجيب قماشة ونمسح ونجرب التاني. ايه رأيكم في ده؟ نجرب التاني اللي هو انهي ده. اللي هو ده ونشوف. تهيألي ده أحسن. نجيب له شوية مية انا ننزل لكم شويه العدس لتحت. باين كده مش عارفة باين ولا مش باين. ونجيب الحديدة ونجرب. وبعد كده نجيب قماشة ونجيبها الأول نحط فيها مية، وبعد كده نمسحها، وبعد كده نحط ننشفها وننشف المكان.
للأسف هو مش عايز ينضف خالص على الآخر. يا ريت حد يقولي لو بيستخدم مصفوق معين. بينظف بيه يقولي عليه. هجرب احمرها. بصوا مش فاضية. السلك مرة ثانية. كل ده من شعر الكلبة. نشوف مرة تانية ونشوف حد يقولي بقى على مسحوق كويس انضف بيه، لانه مش راضي ينضف برضه. يكون قوي. يلا باي.